نسبة أمية، يعني ربع سكان مصر أميين. تمام، عندي بعد تاني هو الصين. مفيش طبعا لا طبعا ده كلام مش موجود، مش عندهم موجود أصلا. الصين عشان نعمل والدول بس دي بيحتفلوا بمحو أمية الكمبيوتر، احنا النهاردة لسه مش عارفين نفك الخط. تمام، فده طبعا عائق كبير جدا. البعد التاني هو سوء التوزيع الجغرافي. حضرتك عندك 95% من الشعب المصري عايش على 7% من الارض، ففي تكدس شديد. الظروف دي مش سامحه ان احنا نتعامل مع هذه القضيه انها ثروه، لا هي عبء حالي. عشان كده احنا زي ما بنقول وزي ما حضرتك اشرت، وما احناش شعب منتج برضه زي الصين بالظبط كده، يعني هما بيشتغلوا ليل نهار، شغل وتكاتف وجهود كافه القطاعات وكافه الوزارات. تمام. دكتورة جمانة، هل أصدقائك أو يعني اللي حواليكي برضو عندهم نفس الفكر؟ هو أصدقائي في العمل أو نفس التفكير، لأن طبعا كل ما كانت المرأة عاملة كل ما كان تفكيرها متفتح شوية، وشايفة أنها مشغولة في الشغل، وشايفة أن تربية الأطفال بالنسبة لها تبقى واخدة زاوية تانية. لازم الطفل ياخد حقه في الرعاية وفي الاهتمام، وفي ويبقى ليهم أساليب معينة في التنشيط أو أبنائهم. إنما كل طبعا ما رحنا للريف ورحنا للمناطق اللي هي ريفية بيبقى طبعا تفكيرهم مختلف تماما، لأن الست بتبقى قاعدة في البيت كل مهمتها إنها بتنجب في أطفال وبتربيهم. تمام، أساليب التنشئة بتبقى مختلفة تماما الريف عن الحضر طبعا. فعلشان كده بنلاقي مثلا في زمايلنا في الشغل هم اتنين كفاية قوي. طب دكتور حازم، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني مثلا في أطفيح الأم أو الأسرة، يعني الأب والأم لما بيقبلوا على الزواج ويخلفوا 6 و7، يعني أو ده بيبقى فكرهم، ما بيحسوش هم يعني نفسهم بالعبء إن المصاريف زيادة، إنه مش قادرين يربوا كل العيال دي، إنهم مش قد يعني، ولا إيه؟ هو طبعا يعني إحنا عندنا بعد غايب، بعد علمي اسمه التخطيط الأسري. ده تخصص عندنا في التخطيط، إن هو أصلا يعني الجواز ما بياخدش آليات علمية أو ترتيب. يعني إحنا لو جينا نتكلم على خطوات الزواج بالطريقة العلمية، المفروض بيبقى في تحاليل وفي اتفاق وفي خطة إحنا ماشيين عليها. أنا أعتقد إن يعني مش عاوز أقول نسب عشان ما أظلمش حد، بس أعتقد إن الغالبية سايبها كده يعني ببركة ربنا زي ما بيقولوا. طبعا وزواج الأقارب إحنا عمرنا ما قلنا تحديد نسل ولا عمرنا هنخالف الشرع، ولكن إحنا بنقول تنظيم نسل. ليه ما ننظمش الفترات ما بين الاتنين؟ على فكرة لو انت بتتكلم من ناحيه الشرع او كلام من ده، طب ما انت بتظلم الطفل الاولاني بالتاني. ما هو له حق في الرضاعه، له حق في الاهتمام، له حق في الرعايه. كل دي عوامل غايبه، لان احنا قلنا نسبه الاميه عندنا عاليه، نسبه الاتخاذ بالاساليب العلميه قليله. يعني جمانه لما قالت زمايلي، طب ما زمايله دول اعضاء التدريس، دكاتره الجامعه، هم لازم يبقوا كده. ولكن طب ننزل بالمستوى التعليمي شوي؟ لا مفيش. يعني التعليم حضرتك شايفه ان النقطه مهمه طبعا جدا، وزي ما حضرتك بتقولي طب هم ما بيحسوش بعيب. يعني حتى لو فيش تعليم هم مش بيحسوا بعيب، ما يحسوش بعيب. السبب هو بيعلم فين، بيربي فين، بيلبس ايه، بيلبس بكام. فدي تفرق. هو انا يعني بس اكيد اللي عنده 7 بيأكلهم نفس اللي عنده 2؟ لا طبعا. لا بس اكيد مش شايف ابنه ضناه بيبقى نفسه في حاجه هو مش قادر يلبيها له عشان عنده 7، ما بيحسش بده. هو اقصى طموحاته كده، فبيتعلم. معلش اصل هو الابن ده في اسره اقصى طموحاته هو ما يعرفش اصلا يعني، فكل ما كان المستوى هو على حاجه كبيره، لان هو مستوى المعيشه محدود ما يعرفش. فهو اقصى طموحاته ممكن تكون مثلا بالنسبه له حاجه بسيطه جدا، فهي ميسره على الاب والام. وممكن اصلا يكونوا منشغلين بحاجات تانية، يعني ما فيش اصلا اهتمام او بيسمع للطفل. دايما العيوب اللي عند الاطفال او الاسره والتنشئه والحاجات دي دايما بنلاقيها في المستويات الاقل تعليما والثقافه الاقل، ودايما في الارياف وجه قبله الصعيد. وانا من هنا بحيي فعلا المبادره، وبحيي معالي الوزيره غاده ولي، لان اختيار المناطق، انا لما شفت حضرتك كنت بتعرض التوزيع الجغرافي للاختيار، اختيار مناسب جدا بما اني اصلا بدرس دراسات سكانيه وبيئيه. وزائد ان معالي الوزيره اختار التوقيت صح. كلنا عارفين ان السياسه القوميه وفخامه الرئيس دلوقتي شغاله على البعد التنموي. على فكره البعد التنموي، ودي رساله انا بوجهها لمؤسسه الرئاسه كلها وكل الناس اللي شغاله على المشروعات القوميه، في تحدي وفي عبء وفي معوق كبير جدا هيقابلهم. حضرتك قلت احنا 104 مليون، ده كان سنه كام؟ ده لسه التعداد السكاني الاخير. الاخير اللي هو تعداد 2018 و17. تمام؟ احنا تعداد 18 وتعداد 19. حضرتك انا اتوقع بما ان راجل بتاع علوم سياسيه وتخطيط اجتماعي، اتوقع ان هو هيعدي ال 25 فوق ال 100.
تمام. هو احنا سنويا بنزيد وفقا لاخر ابحاث يعني 2.5 مليون كل سنه على النسبه الموجوده. حاجه كبيره يعني حاجه ضخمه جدا. فتخيلي بقى حضرتك رئيس جمهوريه عمال يفكر في مشاريع ونهضه ويحسب لفترات 5 سنين، احنا بعد ال5 سنين اقول لحضرتك مثال بسيط جدا عشان الساده المشاهدين وتحديدا البرومب والوطفيح توصل لهم المعلومه. لو حد عنده اسره من فردين وحد عنده اسره من 5 افراد، تمام، هل ده هياخد نفس الجهد في التفكير لامان المستقبل للاثنين زي الخمسه؟ لا طبعا. فاحنا بنمثل عبء عليه. هو هينتج وهيعمل مشاريع، بس قد تكون هذه المشاريع في التوقيت ده بسبب الزياده السكانيه والتكدس السكاني ممكن تكون ملهاش لازمه، ملهاش اولويه، ما تسدش برضو الاحتياجات. يعني هو سيادته بيفكر وفخامته دلوقتي بيفكر ان هو يوفر لنا ان مثلا بعد 5 سنين في مشاريع هتنتج وفي هيبقى مثلا متوسط الدخل للفرد مثلا وليكن هنقول ماكس مثلا او من ايا كان الرقم، مش عاوز اقول ارقام، ولكن مثلا اقول 100 جنيه. تمام. طيب على 104، طب احنا بعد 5 سنين هنفضل 104؟ مش ممكن. بالعكس احنا بنزيد زياده طرديه وزياده متعاليه جدا. وسياده الرئيس نبه كمان في المؤتمر الاخير بتاع الشباب ان اكثر مشكلتين بيواجهوا مصر هم الارهاب والزياده السكانيه. لان الزياده السكانيه في زياده مستمره، خطر التنميه ودايما مؤشر التخلف بالذات السكانيه غير محسوبه. مش متخطط ليها. هي صل لما جت تخطط او تحدد المليار بتاعها او تنتظم، ما عملوا حاجات كتيره جدا منها المبادرات زائد بقى التشريع. احنا محتاجين تشريعات. كان في تطبيق ما في مقترح ان هو يخلوا الاجازه بتاعت الوضع بتاعت السيده العامله بدل ما هي 3 مرات، هو القانون دلوقتي بيسمح لها تاخد اجازه 3 مرات، يعني تنجب مره واثنين وثلاثه وتاخد اجازه وضع 4 شهور. أنا أتمنى تكون مره واحده بحيث ان هي تستفيد مره من الاجازه دي. لا، مقترح دلوقتي انها تبقى مرتين، ده خليها مره واحده زي ما الدكتور حازم قال عشان تعاني من المره الثانيه فما تقربش. وكمان يا دكتور، طب ما فيش مش يعني مشاريع للتعليم؟ ما انا يعني كنت عايزه اتكلم في الحته دي. يعني النهارده احنا لو مشروع 2 كفايه جاي تحت مظله برنامج تكافل، احنا بنحاول ننهض بالخصائص السكانيه لهذه الاسر من خلال ايه؟ انا هشجع هذه الاسر اللي هتستخدم وسيله تنظيم اسره، هربطها بمحو اميه، هحاول امكنها من ايجاد فرص عمل. احنا عندنا مشروع اسمه فرصه لايجاد فرص عمل، تمام. فتمكين المراه في حد ذاته بيخليها مع الوقت ان هي تبقى عندها رغبه انها تنظم الاسره. انا بشكركم جدا بجد، شرفتوني ونورتوني، بشكر حضرتك جدا. للاسف الوقت انتهى، بكره ان شاء الله حلقه جديده وبدايه جديده.